مظبوط. وبما اننا بنتكلم على الاطراف بس عشان دي مهمه كابتن ايمن، خلينا نرجع الامارات مره تانية، لانه عندنا حسين الشحات كان من شويه يعني هو اللي احنا مستضيفينه. مظبوط. هو النهارده دلوقتي معانا حاجه فاني كده، يعني حسين الشحات هو اللي مستضيف لعيبه النادي الاهلي من خلال وجودهم في الطياره. لو جاهز يا سمير؟ جاهزين. طب يلا خلينا نطلع نشوف حسين الشحات في دور المذيع على شاشه قناه الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني بنرحب بكم كلكم طبعا على الطياره اللي مسافره الامارات العزيزه لبطوله كاس العالم، وان شاء الله نرجع موفقين. اولا طبعا يعني تحيات الكابتن اسلام الشاطر وسلام للفاروق وكريم على اصابتهم، وان شاء الله يرجعوا بالسلامه. وطبعا ان شاء الله نعمل شويه لقاءات كده حلوين لقناه نادي الاهلي وموقع نادي الاهلي، فهنعمل حبه لقاءات كده يا رب يعجبوكم ان شاء الله. يا اشرف تحب تقول ايه في اول كاس عالم ليك؟ طبعا ده فخر ليا وفخر الاهلي، وانا مبسوط جدا في السفريه دي، وان شاء الله نعمل بطوله كويسه. حبيبي شكرا. يعني زياد طارق طبعا مستقبل نادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله النجم الصاعد، يعني ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله تبقى جناح النادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره الجايه. صيادتك يا عم. تحب تقول ايه يا حبيبي في اول كاس عالم ليك؟ والله مبسوط جدا، واتمنى من ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ربنا يكرمك في اول مشاركه ليك في كاس العالم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حسين. خلي بالك عشان هداف كاس العالم. ها حبيبي يا كابتن. من ساعة ما طلع في الطيارة احنا لسه مكملناش ساعة ونايم. كابتن ياسر ابراهيم انا المذيع الفترة الجاية بتاع القناة، ما فيش مذيعين معانا عشان كلهم كورونا. كابتن ياسر ابراهيم تاني مشاركة ليك في كأس العالم، تحب تقول ايه؟ ويعني في ظل الإصابات والحاجة اللي موجودة في نادي الأهلي، وطبعا نادي الأهلي أنت عارف أي حد موجود بيبقى فرقة قوية لنادي الأهلي، يعني تحب تقول ايه يا كابتن؟ والله كابتن حسين انا عايز اقول لك طبعا الحمد لله على مشاركتنا تاني مره على التوالي، فدي حاجه كويسه لنا كنادي اهلي طبعا، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. لا النادي الاهلي بمن حضر طبعا، الناس دي هتفرق معانا كلهم لعيبه كبيره ويفرقوا معانا، ربنا يكرمهم في المنتخب يا رب كده ويرجعوا بالبطوله. بس ان شاء الله الرجاله اللي موجوده هنا كلهم على قلب راجل واحد وكلهم يقدروا يسدوا ان شاء الله. حبيبي يا كابتن حسين ان شاء الله رب. وش على كابتن حسام، ويعني اول مشاركه ليه بس هو اصابه، بس ان شاء الله يلحق كده ان شاء الله معانا في الماتشات اللي بعدها ان شاء الله. حب تقول يا كابتن حسام في اول مشاركه ليك في كاس العالم؟ حبيبي يا سحس والله انت منور يا حبيب قلبي، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله احنا رايحين نلعب على البطوله وان شاء الله نرجع بالكاس ان شاء الله. حبيبي يا سحس. تعالوا عبد القادر معانا اهو، بص ما اكلش خالص عبد القادر، بصوا على الاكل بتاع عبد القادر عامل ازاي. ارجع لك مصطفى. يعني عبد القادر تحب تقول ايه في اول مشاركه ليك في كاس العالم، وتوع الجمهور الاهلي بايه؟ زي ما بقول لهم على طول، بس اهم حاجه يبقوا في ظهرنا ان شاء الله، ونحاول نقدم لهم حاجه كويسه باذن الله في البطوله دي، ونحسن المركز باذن الله يبقى في الاول او ثاني ان شاء الله. يعني ان شاء الله حبيبي عبد القادر ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله. تسلم يا حسام حبيبي. بس انت ما اكلتش ليه؟ ما اكلتش فعلا والله. بص يعني انت ما اكلتش الرز بس الاطباق الثانيه فاضيه.